بخماسية نظيفة سحق المنتخب الإسباني لكرة القدم نظيره النيوزيلندي في أولى مبارياتهما في كأس العالم للقارات التي انطلقت أمس في جنوب إفريقيا. كما أدى المنتخب العراقي مباراة قوية وتعادل مع منتخب جنوب إفريقيا صاحب الأرض. اليوم تقام مباراتان في المجموعة الثانية، حيث يلتقي المنتخب المصري مع البرازيلي، بينما تلتقي إيطاليا مع الولايات المتحدة. اليوم وعلى استاد بومفنتين في جنوب إفريقيا يلتقي الفريقان المصري والبرازيلي ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس القارات، والتي تسبق بطولة كأس العالم التي ستقام بدورها في الدولة المضيفة نفسها عام 2010. مباراة مصر والبرازيل تشكل أهمية كبيرة للفريق المصري في مباراة تاريخية لكل لاعبيه أمام العملاق البرازيلي حامل لقب البطولة نفسها عام 2005. مطالب أن احنا نقدم عرض جيد، لأن طبعا احنا عارفين أن في فوارق كبيرة بين منتخب البرازيل ومنتخب مصر، سواء فنية أو تاريخية بمعنى أصح يعني. لكن احنا طبعا احنا ممثلين لافريقيا كبطل لافريقيا، ان شاء الله نحاول ان احنا نقدم العرض اللي يتناسب مع بطوله افريقيا. ما اعتقدش طبعا، يمكن اكيد الشعب العربي زي ما انت قلت والشعب المصري بيعشق المنتخب البرازيلي، ولكن احنا كمان بندافع عن سمعه بلدنا، فاحنا لا بالعكس، يمكن ده هيدينا دافع ان كل لاعب عايز يظهر مستواه الحقيقي. مدرب الفريق البرازيلي كارلوس دونغا رأى في البطولة فرصة للاستعداد لكأس العالم. في كل بطولة ندخلها يكون هدفنا هو الفوز بها، وهذه فرصة جيدة لفريقنا لنكون معا فترة أطول وليس ليوم أو يومين فقط. ورغم التوقعات بفوز الفريق البرازيلي، حذر النجم البرازيلي كاكا من الاستهانة بالفريق المصري. يسعى كل فريق يلاعبنا إلى الفوز حتى يكسب شهرة، وهذا يعطي الفرق الأخرى حافزا للفوز، وأعتقد أن الفريق المصري سيسعى للفوز بالمباراة. يترقب جمهور المنتخب المصري هذه المباراة بتخوف كبير، إذ يقبع الفريق المصري حاليا في ذيل مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد نقطة واحدة من تعادل مع زامبيا وخسارته أمام الجزائر. ولعل التعادل الذي خرج به الفريق العراقي مع جنوب إفريقيا أصحاب الأرض في افتتاح البطولة يكون حافزا للفريق المصري لأداء مباراة تسجل للاعبيه في تاريخ كرة القدم العالمية. عادل شعير، BBC.